على النت شوية. استغفر الله العظيم يا رب. فاتورة ايه بس دي دلوقتي؟ دي حاجة تقرف. بابا 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 اجيب لي لغاية الجهد دلوقتي بقى هيشتغلوا. بابا 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 شغل فاتورة النت. لا وافترى وانت كمان محتاجه فين؟ عشان بابا معاك كده شغل اونلاين وحامل الالعاب بقى كده. بابا يلا روح يلا انا مش هعمل يلا انا دي حاجة اعرف الصراحة. ادي شعر جامهم بقى. بابا بابا ادفع فاتورة النت. فاتورة النت ليه بقى؟ فاتورة النت ليه؟ ويت ويت هيكون ليه يعني يا بابا؟ عشان اكتب اشعاري. غير انا بشعرك انا ماشي. سمعت القانون اللي بيقول لكل فعل رد فعل هو سحر والشعر سواء يعتبر شعر. مش عارف انا الولد ده بيقول اشعار ولا بيقول قوانين ولا بيقول على دماغه. بابا 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 ادي فنانين جم هوب. بابا 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 ادفع فاتورة النت. هو انت عايزه في ايه بقى انت كمان دلوقتي؟ ابي مهاراتي في الفن. انا عارف انا شغلانه الفن دي مقرفه. انا عارف شغلانه الفن دي مقرفه. فانا بقى هوريه انا اكتر اكبر اللي هيتعبنا معاه في الشغلانه دي. ادفع الفاتوره. هات يا عمي. أمه؟ ها.